صباح الخير. اليوم راح نحكي في الجزء الثاني من الموضوع اللي احنا بنحكي فيه في موضوع السبريد شيت سيميوليشن. راح نحكي على شويه امثله اخرى على السيميوليشن. راح نحكي اليوم على سبيل المثال راح نحكي على ثلاث انواع من السيميوليشن. راح نحكي على الالفا بلوت دايبروتيك سيميوليشن، الفا بلوت كومبلكس ستيب واي سيميوليشن، اند الفا بلوت ترايبروتيك سيميوليشن. وراح نحكي على اتوميك ابزوربشن وعلى سبيكترم سيميوليشن. ممتاز، هذول هم اللي راح نحكي فيهم في الفيديو تبع اليوم. احنا في المحاضرة رقم 29 تاريخ 5/8 ان شاء الله راح تكون تمام، وراح نحكي عليهم. بس في البداية بسوى نتذكر في بعض السيميوليشن اللي احنا بنعملها عادة بتكون فيها نوع من انواع الجايد لاين بحكي لنا عن ايش السيميوليشن بتحكي. احنا قبلها طبعا هذا في موقع هنا في عاملين مجموعة سيميوليشن ممكن نستفيد منها، فبس قبلها خلينا نعرف احنا بنحكي على الالفا فراكشن. شو القصد في الالفا فراكشن؟ الالفا فراكشن عبارة عن الراشيو ما بين الاكوليبريم كونسنتريشن فون سبيشيز from a solute divided by the total concentration of all form that solute that solute in equilibrium mixture. بمعنى آخر، لو كان في عندي H3PO4، هذا H3PO4 زي ما بنعرف إنه أول مرة بتفكك بعطيني H plus زائد H2PO4 minus 1، بتفكك كمان مرة عشان أعطيني H4PO4 minus 2، بعدين عشان أعطيني PO4 minus 3. قيمة BKA للأولاني هو عبارة عن 2.15، للثاني هو عبارة عن 7.29، بينما BKA الثالثة اللي هي عبارة عن تقريبا 12.38. التوتال كونسنتريشن للمركب تبعي هو عبارة عن مجموع الكونسنتريشن of H3PO4 H2PO4 زائد HBO4-2 زائد BO4-3. لما بنحكي قاعدين على الألفا كونسنتريشن، في عندي أنا ألفا 0 ألفا 1 ألفا 2 ألفا 3. الألفا 0 المقصود فيه هي الكونسنتريشن تبعت الفوسفوريك أسيد على التوتال كونسنتريشن، بينما الالفا 1 هي الكونسنتريشن تبعت ال H2PO4-1 على التوتال كونسنتريشن، والالفا 3 هي الكونسنتريشن تبع ال PO4-3 على التوتال. ماشي بهاي الشكل. طبعا احنا ما راح ندخل في موضوع الانتكل كيمستري، افترض هالحكي تعرفتوه وتعلمتوا عليه في الجامعه، بس حتى نحسبها فعليا احنا بنعبر عنها باستخدام قيم K1 K2 K3 من خلالها. الفا 0 تساوي تركيز الهيدروجين للقوه 3 على المجموعه زي ما احنا شايفينه بهاي الشكل. لاحظ عندك انه دائما الدومينيترز مش متساويه للكل، لانه احنا فعليا هنا قاعدين بنحكي على الكونسنتريشن تبع وان سبيشيز على التوتال كونسنتريشن. زي ما احنا شايفين هنا في عندي انا هنا هي الفيجر تبع الالفا اللي احنا شايفينها. رح نعمل عملية سيميوليشن مع بعض، هاي فقط مقدمة حتى نشوف كيف نعملها. حتى انا لو رحنا على سيميوليشن، طبعا زي ما انتم عارفين في عندي انا هنا سيميوليشن رح تكون كلها موجودة عندكم، فبالتالي خلينا نفتح السيميوليشن تبعت الالفا بلوت داي بروتيك والالفا بلوت الفا. خلينا نبلش في التراي بروتيك. ماشي، هاي الفا تراي بروتيك. ثواني، هاي طبعا الفاتحة عنا هي سبيكترم سيميوليشن، رح ارجع لها كمان شوي. تمام، هاي هي اللي احنا شايفينه المثال اللي بين ايدينا. اوكي، هاي في عندي انا هنا هاي قيم عندي قيم KA1 KA2 KA3 ل الفوسفوريك اسيد زي ما احنا شفنا في الاكزامبل الموجوده عندي انا هنا. ماشي، لاحظ لو كان في عندي انا غيرت قيمه مثلا K1 بامكاني اغير هنا. لاحظ انت بامكانك زي ما حكينا النوتس بامكان نحكي لنا هنا اللي تشينج ذا BKA فاليو، وبنشوف شو بتغير شكل الالفا بلوت. ماشي، تو جيت ذا الفا فاليو ات اني جيفن بي اتش. ماشي، هاي اللي احنا بنعمل فيها. فبالتالي هاي انا عندي هاي الداتا اوتبوت. لو افترضنا انه انا بتعامل مع اسيد ثاني، وبدل ما هاي KA1 كانت نفترض غيرناها لزدناها شوي هاي 0.0، لاحظ شو راح يصير في قيمه هاي. لاحظ انه شكل الالفا بلوت كيف اختلفت للA1. لو رجعناها للثاني، هاي انا عندي انا هنا KA2
فلاحظ انت بتعمل في عملية simulation انت مش مضطر ترجع تعمل الحسابات كلها كمان مرة. لو غيرنا فرضا هنا خليناها بدل ما هي يعني هاي شلنا 2 0، لاحظ كيف تختلف عندك قيمة الفا. فاحنا فعليا هنا احنا يعني هنا طبعا هي عبارة زي ما حكينا هي عبارة عن اكسل شيت مرسومة جاهزة، احنا بنغير الداتا انتري وهي وهي الداتا اللي بامكانها نفس الشيء نشوف البوضة افضل ماشي، وهي الداتا انبوت اللي هي. مثال ثاني على موضوع الالفا، لو رحنا على سبيل المثال رحنا على الالفا بلوت دايبروتك، لما بنحكي على دايبروتك معناته بنحكي على K1 K2 ماشي. طبعا باكد كمان مره انه هدول كلهم السبريد شيت راح يكونوا موجود معكم على اساس اذا تتدربوا عليه. هاي انا في عندي هنا لما نحكي احنا دايبروتك على سبيل المثال بنحكي على ال H2SO4 فرضا او اي شيء اخر ماشي تمام. هاي انا في عندي هنا هاي النوتس زي ما حكينا، هاي النوتس اللي عندي انا وهاي الرو داتا وهاي نرجع للداتا انبوت. احنا هنا ممكن نستخدم اي لاي اسد فرضا بدل ما هي لاحظوا عندك انت هنا في عندك الفا 0 والفا 1 فقط والفا 2 ماشي. لما نحكي احنا هنا على الاسد هاي قيمه الفا مع البي اتش، نتذكر شغله نرجع للثيوري نتذكر انه انا شو علاقتها مع البي اتش ماشي. هي عندي هنا موجوده هذه عمليا في الثيوري اللي هو الاصل بصراحه تعرفوه في موضوع الاناليتيكال كيمستري ماشي. فهي المقدمه موجوده تمام. وهي هنا مثلا احنا شو بنستفيد منها على سبيل المثال لو كان هنا في عندي ال ADP مع الادنسين ATP ماشي يعني زي ما حكيت انا بيهمني هنا الابلكيشن ما بيهمني هي. نرجع للدايبروتيك اللي عباره عن 2 اسيدز، نفس الشيء لو حطينا بدل ما هي بوينت اخذنا اسيد ثاني فرضا اخذناها بوينت 1 1، لاحظ مباشرة بتختلف عندك قيمة بي كي اي. احنا عارفين قيمة بي كي اي هي عبارة عن لوغاريتم الهاي وبيختلف عندي شكلها شكل الالفا بلوت اللي عندنا. مثال ثاني مثال ثاني على خلينا نسكرهم هذولا دونت سيف، هاي الالفا وهي الالفا تراي بروتك. في مثال ثاني ناخذ كمان على الكومبلكس ستيب وايز الفا بلوت كومبلكس ستيب وايز ماشي. طبعا موجوده هنا انا حاطط لكم في الانترودكشن كيف الانتو ممكن هاي ثواني بس هاي انا عندي هنا النوتس نفس الشيء النوتس المعتاده انه تو جيت الفا فاليو ات اني جيفن ماشي. لازم هاي اللي عندي انا هنا ماشي، وهي الرو داتا اللي احنا اشتغلنا عليها او هم اشتغلوا عليها، وهنا في عندي هنا هاي قيم قيم الكي 1 ماشي. هي لاحظ انه هنا ما دام نحكي احنا قاعدين على ستيب وايز ميتال ليجند كومبلكسز فاحنا بنحكي على قيم كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 كثير عاليه ماشي، وهي القيم اللي هنا. خلينا بس ملاحظه يعني انا حتى استفيد لافترض انا مش عارف على ايش احنا بنحكي. هاي بنرجع في عندي انا هنا في الانترودكشن، هاي انا عندي هنا في الانترودكشن بامكاني اطلع على فرضا الكومبلكس، هاي الكومبلكس طبعا هاي راح تكون موجود معكم. كومبلكسز هي مفهومنا احنا للكومبلكسز، نحكي هاي مفهومنا للليجند وللكوردينيشن نمبر، وهي زي ما حكيت يعني هي مش في التارجت تبع الكورس انه احنا نشرح لهم. احنا بهمنا كيف انه نستخدم بعض المفاهيم الموجوده عندي انا هنا. مثال ثاني مثال ثاني في نفس المجموعه زي ما احنا شايفين في هاي الهاي في عندي انا هنا الاتوميك ابزوربشن ماشي. خلينا نفتح او خلينا نحكي قبل الاتوميك ابزوربشن خلينا نحكي على السبيكترام سيميوليشن. السبيكترام سيميوليشن هي اوريدي مفتوحه نو اعتقد ان فاتحين هالسبيكترام سيميوليشن. هاي سبيكترام سيميوليشن ممتاز ماشي. لما نحكي احنا قاعدين على سبيكترام سيميوليشن احنا بنحكي قاعدين على هاي انا عندي هاي النوتس النوتس انه احنا معتبرين في عندي انا 10 جاوسيان بيك، بالتالي بامكاني على اعمل سيميوليشن من خلال زي ما احنا هاي النوتس الموجوده عندي انا هنا بامكاني اغير الارقام في الجراي في منطقه الجراي. فاحنا بنحكي قاعدين عندي انا هنا لاحظ احنا مرات بنحكي على شو يعني سبيكترام
السبيكترام القصد فيها هي عبارة عن الفاريشن لأي مركب، كان الفاريشن ما بين الابزوربد لايت مقارنة في الانترد لايت. خلينا أوضح لكم إياها بطريقة أبسط. خلينا نرجع للمقدمة تبعتنا الموجودة هنا، وقلنا هنا في عندي أنا بدي سبيكترام، هاي سبيكترام حرف الاس سبيكترام ماشي، وهاي سبيكترام سبيكتروسكوبي ماشي، هاي سبيكتروسكوبي. لما نحكي احنا قاعدين على السبيكتروسكوبي بنحكي عندي انا عندي الابزوربشن، لما هاي الانرجي ليفل في عندي انا سبيكتروسكوبي ابزوربشن ايميشن، القصد الابزوربشن كلها بتعرفوها اللي هي عباره عن بير لامبرت لو. انا في عندي الويف لينث ماشي، وهي بير لامبرت لو اللي احنا متعودين عليه. هلا في السكان احنا اللي بنعمل بالضبط هاي اللي احنا بندور عليه. انا في عندي انا من هنا هاي السل، انا بدخل انتنسيتي معينه، هاي الانتنسيتي بي نوت، وفي عندي انا بي الكميه اللي بصير لها ابزوربشن هنا، هي الكميه اللي بتعتمد على السيستم تبعي ماشي، من خلال بير لامبرت لو. هاي عمليه هذا اللي هي ديريفيشن للبير لامبرت لو ماشي، بيطلع معي انا السبيكترا اللي احنا حكينا عنها، اللي هي احنا فعليا احنا بنشوف قديش الانرجي فعليا الابزوربد لايت مقارنه مع تغيير الويف لينث. ممتاز، اذا كان هذا الحكي صحيح فبنرجع عندي هاي السيميوليشن تبعي سبيكترام سيميوليشن. فانا في عندي ماتيريال معينه مفترضين في عندها 10 بيكس، هي هم 1 2 3 4 10 البيك بوزيشن. هنا لاحظ انه هاي هنا انا عندي على 220 300 420 500 هاي والباقيات على البوزيشن 0. نحاول نغيرها مثلا، هنا نحط بيكس، لو بدي احط بيكس على 700 فرضا، هي 700 والريليتيف انتنسيتي تبعته خلينا نحطها 5. لاحظ انه هسه افترض طلع عندي انا بيك، هاي البيك اللي احنا اخترعناه هنا اللي هو الانتنسيتي 5، خليها 3 فرضا. لاحظ البيك ويث، خليني نتعامل مع البيك ويث، البيك ويث اللي احنا عملناه هنا 1، فلاحظ ان المسافه هنا عباره عن 1، القصد فيها هنا 1 اللي هي عباره عن 1 لندا او الويف لينث 1. خلينا نشوف بس البيك تبعنا، لو خلينا مثلا 10، انا هاي 10، لاحظ كيف بكون شكل البيك عندي انا هنا، لاحظ انه هاي البيك اللي عندي ماشي. لو بدي اعمل برود بيك، لما بحكي انا قاعد على برود، البرود على سبيل المثال بدل ما هو يكون 10 كانت مثلا 30، لاحظ فعليا كيف بيكون شكله مش شارب ماشي. خلينا نحطه على 5 فرضا على اساس انه يكون مور شارب. لاحظ عندي انا هنا هذا البيك اللي عندي هنا ماشي. فهنا السيميوليشن اللي عندي انا هنا بحكي كانه انا فعليا جايب عينه ماده عندها بامكاني اعمل سيميوليشن ل 10 ديفرنت بيكس، انا بتحكم فيهم من منطقه 200 ل 800، نشوف هل بنقدر نغيرها مثلا ل 900. طبعا هي بامكانها تتغير لكن فعليا ما راح تتغير لانه احنا هنا البيك تبعنا الرسمه تبعتنا على 800، خلينا 800. لما بنحكي احنا 800 800 معناته احنا بنحكي على منطقه من منطقه اليو في لمنطقه الفيزبل ماشي. فانا بامكاني هنا اعمل سيميوليشن للبيكس، طبعا زي ما حكينا البيكس اللي عندي انا هنا كلها جايه من خلال عباره عن جاوسيان بيك، شبه الجاوسيان بيك. لاحظ البيك رقم 1 على 220 الريليتيف انتنس تبعته 80 ماشي. خلينا نحط الريليتيف انتنس تبعته 7 8 فرضا ماشي. لاحظ كيف فعليا شكله بصف عندي هنا هاي على 200، وخلي الويث تبعه نفترض انه عباره عن 3 على اساس يطلع معي شارب بيك. هي بين معنا كان قبل شوي مش مبين معنا ماشي. فاحنا هنا في عمليه السيميوليشن احنا بنحكي عنها، احنا قاعدين بنشوف شو يعني ابزوربشن، احنا شو يعني سبيكترا. كليتنا مرات كثيره احنا ما بكون عندنا فرصه نشوف السبيكترا، فهنا بنعمل عمليه سيميوليشن للسبيكترا. تطلع على البيك رقم 2 اللي عند 300 الويدث تبعه 40، القصد في الويدث تبعه هي عباره عن الـ من هنا لهنا هي عباره عن 40 ويف لينث. خلينا نخلي شكله افضل، خلي 20 ويف لينث مثلا، راح يصفي شارب اكثر. لاحظ راح يصفي شارب اكثر. خلي الانتنسي تبعته تصفي 30 على اساس بس يبين معنا ماشي. هي في عندي هنا هلا انا بدي اخليه شارب اكثر، خليه على سبيل المثال 10، اي 10 لاحظ، ونخلي الانتنسي تبعته 15. هي
ماشي. لاحظ عندي انا هنا هي 1 2 3 4 5 بيكس ماشي. هلا في بيكس عند ال 600 مثلا 650، لاحظ 650 مش مبين اللي هو هنا، حتى يعني افهم شو قصد في هاي. خلي الويث فاكتور تبعه عباره عن 9 على اساس بيكون عندي مور شارب، هي لاحظ انه عباره عن شيء شارب. هنا القصد فيها من هنا انه هنا في عندي انا كل بيكس بيمثل ابزوربشن، بيمثل ابزوربشن. لاحظ في المنطقه اللي عندي انا هنا اللي هي 0 من 200 فرضا على 250 عندي انا هنا 0 لانه ما عندي بيك، ما عندي بيكس ميز انه ما عندي انا ابزوربشن، ما عندي انا ابزوربشن. نذكر انه بير لامبرت لو بيحكي انه الابزوربشن يساوي، هي البير لامبرت لو زي ما حكينا الابزوربشن هو عباره عن A في E C B، والE هي المولر absorptivity وB هي عبارة عن الويدث تبع السل. طبعا مستحيل تكون زيرو والconcentration مستحيل تكون زيرو، معناته إذا كانت الabsorption تساوي زيرو معناته المولر absorptivity تساوي زيرو ماشي. بمعنى آخر ما عنده absorption في هاي المنطقة. طبعا احنا بنستخدم عادة السبيكترام على اساس نطلع نعمل calibration curve ماشي. هاي كمان نوع من انواع السيميوليشن اللي احنا حكينا عنها. النوع الثالث اللي هاي في عندي على سبيل المثال هو الاتوميك ابزوربشن. خلينا نشوف برضه الاتوميك ابزوربشن لغايه ما تفتح عندنا، خلينا نروح نشوف وين الاتوميك ابزوربشن عندنا. لاحظ هاي الاتوميك ابزوربشن، احنا رح نعمل سيميوليشن للاتوميك ابزوربشن. هاي عندي هنا ابزوربشن، خلينا نرجع لها محل ما هاي اتوميك ابزوربشن، حرف الاتوميك ابزوربشن، اتوميك 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 ابزوربشن سبكتروسكوبي ماشي. هاي اتوميك ابزوربشن سبكتروسكوبي. لما بنحكي احنا قاعدين اتوميك ابزوربشن طبعا بجوز يعني كمان احنا مشكل بنستخدم عمليه سيميوليشن لبعض الامور اللي احنا ما بنشوفها في الوضع العادي. هاي جهاز الاتوميك ابزوربشن بتكم 1 ابزوربشن of the light ماشي to measure the concentration of gas phase of atoms. احنا بنحكي قاعدين gas phase of atoms. Since sample are usually liquid solid the analyte atoms or ion must be vaporized. فاحنا اول شغل بنعمل عملية vaporization للايت باستخدام flame او graphite furnace. الاتومز absorption ultraviolet هاي في هاي عندي شكل atomic absorption زي ما تعلمتوا او شفتوا في الكيمياء التحليلية. في عندي انا هنا light source، فاحنا بامكاننا نغير light source. عادة اللايت سورس هو الهالو كاثود لامب ماشي، او sometimes ممكن نستخدم ليزر. الشغلة الثانية اللي في عندي انا الخطوة الثانية اللي هي الاتومايزر. الاتومايزر ماشي هي مكونات الجهاز، واللايت سيبريشن اند ديتكشن هاي بعض الاجهزة الموجودة اللي عندنا. طيب في السيميوليشن عندنا هنا شو اللي بنعمله؟ لو شفنا السيميوليشن تبعنا ماشي، هاي اتوميك ابزوربشن، هاي الاتوميك ابزوربشن تبعنا ماشي، هاي الاتوميك ابزوربشن تبعنا ف ماشي. هاي الاتوميك ابزوربشن. احنا في السيميوليشن اللي هنا زي ما حكينا كمان مره، احنا في عندي كمان بامكاني اغير كومبوننت، بامكاني اغير لايت سورس، بامكاني العب في الاتومايزر، بامكاني اعمل عمليه ديتكشن. احنا اللي راح نعمله هنا في الاتوميك ابزوربشن راح نشوف كيف الخيارات اللي بين ايدينا ونغيرها. هنا في عندي انا هنا لايت سورس اتوميك ابزوربشن وذ كونتينيو باك جراوند كوركشن، بمعنى انا بامكاني هنا اغير مثلا الشيفت، اعمل تغيير للشيفت، بامكاني اغير الابزوربشن ويث، بامكاني اغير الكونسنتريشن، بامكاني اغير الباك جراوند. بمعنى احنا هنا اللي بنعمله قاعدين كانه احنا بنعمل فعليا انه في عندي جهاز وبحاول اغير فيه كل هدول الكومبوننت واشوف شو بغير بفرق عندي على التحليل. الوضع اللي عندنا انا بعمل كاليبريشن كيرف للعينه اللي هي عندي هنا هاي الكونسنتريشن وهي الميجرد ابزوربنس، هيها زي ما احنا شايفينها، وفي عندي انا هاي المكونات تبعاتي، وهي في عندي انا هنا الويف لينث ديسبيسمنت فور ذا سنتر بيكوميتر، وهي في عندي انا هنا الكونسنتريشن بريدكشن ايرور للشيء اللي احنا بنشتغل فيه، وهي جهازنا اللي بين ايدينا. خلينا نحاول نغير في الهاي. بدي اعمل انا لو عملت شيفت، لاحظ هاي شيفت البي ام، بدل ما هو 1 بي ام خليته 2 بي ام. لاحظ الكونسنتريشن بريدكشن ايرور بيختلف، الكاليبريشن كيرف ما بيختلف. خلينا لو زدناها ما في
اختلاف بعدل حاله هاي الكاليبريشن كيرف عم بغير. لاحظ في عندي انا هنا الابزوربشن اند ميشن سبكترا وذن ذا مونوكروميتر سبكترا كمان عم بتغير. فلي اللي قاعد بعمله انا هنا كل مفاهيم اللي متعلمها في الاتوميك ابزوربشن في اللايت سورسز والاخري عم بغير عليها واشوف شو الجهه كان انا ما انا في موجود عندي انا في اللاب في المختبر وعم بغير وعم بغير المفاتيح اللي بين ايدي واشوف الريزلتس اللي بين ايدي. خلينا نرجع نغير فاكتور باي فاكتور زي ما تعلمنا في الاوبتمايزيشن. هاي رجعنا لاحظ الميجرد ولاحظ الكاليبريشن كير تبعنا عم بيختلف وهي رجعنا لواحد. الابزوربشن ويدث انا عندي هنا هاي اللام على سبيل المثال ماشي اللام ويدث هاي واحد بيكوميتر خليها 2 بيكوميتر. لاحظ انه بيختلف عندك انت هاي لاحظ انت الكيرفات اللي عندك الويف لينك ديسبيسمنت عم تختلف ماشي. خلينا نرجعها لاثنين زي ما كانت او لواحد. في عندي هنا الباك جراوند يعني ستري لايت على سبيل المثال بدل ما 1% خليها 2% او 3%. لاحظ انه مش عم تختلف عندي هنا بعض الامور. برجع بحكي كمان مرة احنا شو اللي عم نعمله هنا. كل اللي بنعمله هنا كانك انت في عندك جهاز انت فرضا في عندك جهاز الاتوميك ابزوربشن ما عندك القدرة في لحظة من اللحظات انك تتعامل معه. فكل الكومبوننتس اللي بنعلمكم اياها في الجامعة اسمبلي بامكانك انك انت تجربها هنا وتشوف شو بأثر عندك على الكاليبريشن كيرف او على الايرور او على الكلوز اب ريجن تو ذا لاين سنتر ماشي. شو كمان في عندنا في المنطقه اللي هنا ماشي. حكينا على الالفا بلود دايبر هذا وحكينا على الكومبلكس وحكينا على هاي. فهذه هي الجزء الثاني من الاوبتمايزيشن تمام. الله يعطيكم العافيه ونلتقي في جزء كمان شوي. شكرا لكم.